يقول: ما الحكم الشرعي في من حلف على زوجته بالطلاق أو الظهار أن لا تفعل شيئا ثم سافر عنها ولا يعلم هل خالفت يمينه أم لا؟ وإن فعلت وهو لم يعلم بذلك فما الحكم؟ إذا حلف على زوجته بالطلاق أو الظهار يقصد منعها من عمل شيء من الأشياء فهذا يأخذ حكم اليمين، يأخذ حكم اليمين يكفر كفارة يمين وينحل. أما لو فعلت في غيبته ما نهاها عنه وحلف عليها ألا تفعله فإنه يحنث بذلك، يحنث بذلك ولو لم يعلم، لأنه حلف عليها ألا تفعل فخالفت اليمين، وإذا خالفت اليمين متعمدة ذاكرة لهذا الحلف فإن الحالف يأثم بذلك وتكون عليه الكفارة سواء علم أو لم يعلم. في هذه الحالة فيما لو طبعا تعتد إذا كانت مطلقة تبدأ العدة من وقت المخالفة، هي لا تطلق إذا كان قصده من الطلاق منعها من ذلك، هذا لا يكون طلاقا وإنما يكون يمينا إذا قصد الطلاق، ولذلك تحله الكفارة. أما إذا كان قصد تعليق الطلاق، قصد تطليقها، نعم قصد تطليقها ولم يقصد منعها من فعل الشيء وإنما قصد تطليقها إذا فعلته، نعم فهي تطلق من حين يقع منها هذا الشيء المخالفة إذا فعلت هذا مختارة ذاكرة لليمين، نعم. وإذا انتهت عدتها ولم يعلم هو أنها خالفت فهي العدة لا تتعلق بعلمه وإنما تتعلق بحصول المعلق عليه، إذا فعلت ما نهاها عنه وما علق عليه الطلاق فإنها يبدأ طلاقها من حين فعلها وتنتهي عدتها بمضي وقتها سواء كان بالحيض أو بالأشهر سواء علم هو أو لم يعلم، يعني لو عاشرها بعد ذلك تكون عشرة محرمة وعليها الإثم الأكثر لأنها هي المتسببة وهو جاهل بما عمل. هذا يختلف باختلاف الطلاق، إذا كان الطلاق رجعيا وعاشرها في زمن العدة لا بأس بذلك ويعتبر هذا رجع، مثلا لو كان غائبا حلف عليها ألا تفعل شيئا ثم سافر، نعم وهي فعلت في غيبته وانتهت العدة وهو لم يعلم أنها فعلت إلى أن يحصل منه مراجعة، لا يجوز له إذا خرجت العدة فقد بانت منه ويحرم عليه تحرم عليه، نعم.